project property في البداية سؤال بيجي بكذا صيغة action potential in atrial ventricular muscle هو هو نفس صيغة fast response هو هو صيغة excitability علشان الإجابة تبقى واحدة الأول هترسم الرسمة هترسم الرسمة اللي واضحة قصادكم فيز 4 ادي 0 1 2 3 4 يعني ايه اشرح كل جزء هتمسك resting membrane potential هتقول definition تقول سببها ايه selective permeability sodium potassium pump والvalue عند minus 90 اجي عند phase 0 اللي هي depolarization هقول سببها opening of fast voltage gated sodium channel والfiring عند negative 70 مهم جدا على الرسمه تحطلي البيك عند بلس 30 وتقول ان الامبليتيود ده 120 ملي فولت نيجي عند فيز 1 هو الريبولاريزيشن سببه اوبننج اوف فولتج جيتد بوتاسيوم شانلز فيز 2 اللي هو البلاتو لازم تشرح سببه واهميته فيز 3 ريبولاريزيشن هتقول سببه خلصت كده السؤال رسم والشرح لازم يتحط معاهم عنوان اسمه refractory period وقاعدة أساسية في أي سؤال لازم يبقى فيه كلمة ionic basis of action potential زي اللي موجود على الرسمة لابد من ذكر refractory period حتى لو ما قالهاش بصيغة السؤال هنجاوب في refractory period absolute refractory period ايه هي definition زائد الوقت اللي جات فيه هقول relative refractory period definition و time super normal و sub normal يبقى انا refractory period هجاوب اربع عناوين زائد الرسمة زائد شرح سريع لكل مرحلة تمثل ايه نفس الكلام اللي قلته في fast response هقوله في slow response اللي هو البيس ميكر بوتنشال او اس اي نوت هرسم الرسمه اللي واضحه قصاد بس النقطه اللي الناس بتنقص فيها في الاجابه الريستنج ميمبرين احنا بندور على الثلاث كلمات دول في الاجابه انستيبل ريستنج ميمبرين بوتنشال اهو انستيبل مطلع بعكس الريستنج العادي بيبقى خط مستقيم اسمه بري بوتنشال واسمه الثاني diastolic depolarization الحاجات دي بندور عليها في الإجابة وندور على early و late resting membrane potential في early part كان بيدخل صوديوم من خلال voltage gated calcium channels والجزء الليت المتأخر دخل الكالسيوم من خلال T channels والT عليها دايرة دي اللي انت هتنقص لو ما قلتهاش فيز زيرو الديبولاريزيشن سببها دخول الكالسيوم من خلال ال تايب كالسيوم شانلز اللي انا بحطه في دوائر هو اللي الناس بتنقص لو ما ذكرتوش الامبليتيود هنا واضح ان هو عند بلس 10 بعكس الامبليتيود هنا كان عند بلس 30 زي ما قلت هنا امبليتيود 120 هنا لازم احدد الامبليتيود 55 ملي فولت هنا في بلاتو هنا مفيش بلاتو مجازا على قمه الرسم زي ما قلت هنا ريفراكتوري بيريود وعددهم اربعه برضه هقول هنا ريفراكتوري بيريود وعددهم اربعه اللي هم اي ار بي وريلاتيف ريفراكتوري والسب نورمال والسوبر نورمال الاختلاف الوحيد دلوقتي هيبقى في الوقت بتاع الابسولوت ريفراكتور هياخد الابر 2/3 من فيز 3 بعكس هنا كان واخد نص فيز 3 الريلاتيف ريفراكتوري تكملت فيز 3 وبدايه فيز 4 هي دي النقط المهمه في اجابه السؤال